مساء الفل عليكم. فيلم النهاردة اسمه Killing Me Softly. الفيلم بيحكي عن أليس، شابة أمريكية عايشة في لندن، سعيدة في حياتها وعايشة مع حبيبها جيك اللي بيشتغل مهندس، اللي حسسها بالأمان وكانت مرتاحة معاه. قبل ما تقابله كانت وحيدة جدا، ملهاش عيلة وحتى أصدقائها قليلين. كانت بتشتغل مصممة مواقع على الإنترنت، وبالنسبة لها كانت وظيفة آمنة. وفي يوم رايحة شغلها قابلت شخص غريب وغامض، فضلوا يبصوا لبعض بطريقة فيها انجذاب لحد ما دخلت أليس الشركة، وفضلت طول الوقت مش مركزة في شغلها على غير العادة، فبدأت تدور عليه. ولما شافت الشخص ده داخل مكتبة استأذنت هتخرج بريك وهي بتراقبه لاحظها، وكان الشيء الوحيد المتبادل ما بينهم مجرد نظرات إعجاب. ومن غير ما حد يعرف أي حاجة عن التاني فتح لها باب التاكسي وركبت معاه، عرفته باسمها وعرفت اسمه آدم. وصلوا لبيته ودخلوا في علاقة، وطول الوقت حس ناحيته بمشاعر غريبة وانجذاب لا إرادي. قال لها هستناكي تاني، مين ما تحب تيجي هكون مستنيكي، لكنها من جواها كانت مقررة انها مش هتسمح لنفسها ترجع له وتكرر نفس الغلطة. رجعت لحبيبها جيك، بس المرة دي ما كانتش حاسة ناحيته نفس احساسها ناحية آدم. وتاني يوم اكتشفت مين هو آدم لما لقت كتاب وعليه صورته. آدم تاليس، متسلق جبال، بيعتبروه بطل بعد ما أنقذ 6 أشخاص من الموت في حادث مأساوي ومات فيه ناس تانيين. وساعتها قررت إنها تروح له تاني واستمرت في علاقتها بيه. حكت له إنها قرأت قصته في الكتاب، وحكى لها عن الحادثة اللي حصلت وهو بيتسلق الجبل مع مجموعة من الناس، واحدة منهم اسمها فرانسيس كوليت، حبيبته السابقة، وكانت من ضمن اللي ماتوا. لما تكوني على ارتفاع 20,000 قدم من سطح الأرض بتبدأ خلايا المخ تموت بسبب قلة الأكسجين، وبينام الجسم كله تدريجياً. وبرغم ان الحادثة كانت من 2 سنين الا انه مش قادر ينسى. اتأثرت جدا من قصته لكن كان لازم تمشي. فكرت كتير ازاي هتكمل مع جيك وهي خلاص بتحب واحد تاني. ما كانش قدامها غير حل واحد، انفصلت عن جيك. ولما عرف السبب الحقيقي اتخانق معاها وكسر الشقة لانها خانته، فاخدت شنطتها ومشيت وراحت لآدم. ولما وصلت فتحت لها الباب اخته ديبورا، متسلقة جبال برضو، كانت لطيفة جدا معاها. واكتشفت أليس انه حكى لأخته عنها، ارتحت لها أليس وبدأوا يحكوا مع بعض، وطلع ان ده بيت أخته، فأخذت منها عنوانه وراحت له، لكنه ما كانش موجود. فضلت مستنياه في البرد لحد ما رجع، وقالت له انها سابت جيك عشانه، وبدأت معاه علاقة جديدة. سكنت في شقته ورجعت تاني لشغلها بتركيز، وراحت معاه هو وديبرا يعلموها ازاي تتسلق. ولما قابلت صاحبتها بدأت تحكي لها ازاي كل حاجة في حياتها بتتغير، لبسها واهتماماتها وطريقة تفكيرها. لكن صاحبتها كان عندها تحفظات على أليس لأنها وقعت في غرام واحد بشكل مفاجئ ما تعرفش عنه حاجة، ويمكن تكون بتدمر حياتها، والأكيد أنها دمرت حياة جيك. ولما خرجوا يتمشوا في الشارع هجم عليها حرامي ضربها وسرقها، وشافهم آدم فضل يجري وراه لحد ما مسكه وضربه بوحشية، وعدها أنه مش هيسيبها تاني. وفجأة كأنها نسيت اللي حصل تماما، عرض عليها الجواز وقبلت تتجوزه بكل سعادة، لكن صاحبتها كانت قلقانة عليها. وقبل ما تسافر مع آدم وصل جواب بدون اسم مكتوب فيه فكري كويس يا أليس، انت تعرفي ايه عنه؟ فديته لآدم وحكيت له عن المكالمات اللي بتيجي من غير ما حد يرد، لكنه طمنها ان ده مجرد حد عايز يخوفها. اخدها آدم وراحوا الكنيسة واتجوزوا، وبعدها على طول قال لها عامل لك مفاجأة، اخد معدات التسلق وكل حاجة هيحتاجوها، ومشيوا مسافة كبيرة جدا. وفي الليل كانوا وصلوا لكوخ منعزل وقال لها دي المفاجأة، وقضوا في الكوخ شهر العسل. بدأ آدم يسيطر عليها وأليس حبت أسلوبه وسابت نفسها، سحرت آدم وملك قلبها وما حستش بالسعادة زي الوقت ده. لكن الرسائل ما وقفتش، وانزعجت أليس جدا من سلسلة من الرسائل والمكالمات الغامضة، فبدأت تسأل نفسها عن ماضي آدم الغامض، لحد ما كلمتها الصحفية جوانا، كانت كتبت قصة عن آدم قبل كده ووصفته بالبطل. وقالت لها الصحفية إن في واحدة من اللي قروا المقالة بعتت لها فاكس، لكنه خاص جدا، لو اتنشر هتحصل مشكلة لآدم. فبعتت لها الفاكس وقرت أليس، واللي كتبته بتقول إن آدم مش بطل وبتدعي إنه اغتصبها. افتكرت أليس ان دي الست اللي بتبعت لها الرسائل المجهولة برضو، فقررت تواجهها، وفعلا راحت بيتها متنكرة في دور الصحفية جوانا. اتعرفت عليها وعرفت ان اسمها ميشيل،
بدأت الأخيرة تحكي لها عن اللي حصل، قابلت آدم في حفلة واستدرجها برا للغابة، ولما لقيته بيعتدي عليها حاولت تقام وتبعده، وبعدها راحت لجوانا وحكت لها على اللي حصل. فضلت أليس قلقانة، مين هو آدم؟ كل واحد عنده قصص وأسرار، لكنها ما تعرفش قصص وأسرار جوزها، وده اللي ضايقها وخوفها، وكانت محتاجة تعرف عنه أكتر. فبدأت تفتش في دولابه الخاص، ولقت صندوق مليان رسائل من حبيبته السابقة أديل بلانشر. فتحت واحدة منهم وقرتهم، وكانت أديل بتتكلم عن جنون آدم في العلاقات وهوسه بالسيطرة، ومش هتقدر تكمل معاه للنهاية لأنه أصبح خطر عليها وبيتمادى في طريق نهايته مؤلمة، وفي النهاية قطعت علاقتها بيه. تاني يوم اتصرفت أليس بشكل طبيعي عشان ما يشكش فيها، بدأ يستجوبها أكتر عن شغلها وأنشطتها كل يوم، وسألها جبت السلسلة دي منين؟ فقالت له ديبورا أختك اديتها لي، وبدأت تحس بالقلق منه، واكتشفت أنه قفل دولابه بالمفتاح وأخده معاه. وبعد وقت قصير وصلت رسالة تحذير تانية لأليس، وهنا ما قدرتش تتمالك أعصابها. اتصلت باسم التحقيقات تسأل عن أديل حبيبته السابقة وعنوانها، ولما وصلت لبيتها لقت والدتها موجودة، قالت لها إن أديل مفقودة من 8 شهور، وكمان لقت صورة لأديل في الكوخ اللي قضت فيه شهر العسل هي وآدم. ولما عرفت إن آدم بيتابع معاهم القضية وهيكون موجود بعد دقايق طلعت تجري وهربت خايفة يكون مراقبها. رجعت بيتها تدور عليه ما كانش موجود، وبعد وقت ظهر لها من الضلمة من غير ما تحس بيه، نيمها وربطها وبدأ يستجوبها، كان شاكك إنها بتخونه، لكنها واجهته وقالت له إنها لقت رسائل أديل. فطلع جاب الرسائل ورماهم قدامها وقال لها قريهم لو عاوزة، أنا ما عنديش حاجة خبيها. ولما فكها طلعت قضتها وهربت من الشباك، وأدركت إنها مش هتكون في أمان معاه، فراحت للشرطة وحكت لهم قصتها من الأول. طلبت منهم يفتحوا ملف قضية أديل، لكن المحقق قال لها بدل ما فيش دليل جديد مش هنقدر نفتح القضية، وللأسف مش هقدر أساعدك. وقتها اكتشفت إن آدم موجود في أوضة تانية بيحققوا معاه، لكنه جه هنا بنفسه عشان كان خايف عليها، وقال لها المحقق إنه مش هيقدر يساعدها لأن كل اللي حصل ما بينهم كان برضاها، والبنت اللي بتدعي إنه اغتصبها ما عملتش محضر، ممكن يكون ميال للعنف لكن قاتل أشك. وبرضو ما تنسيش إنك بتتهمي بطل. خرجت أليس وطلبت المساعدة من ديبورا، قالت لها إنها شكة إن أخوها قتل أديل عشان سابته ودفنها في الكوخ، وسألتها لما كان بيحب فرانسيس هل كانت فرانسيس بتحب واحد غيره؟ فكرت ديبورا وقالت لها أيوة. ساعتها فهمت أليس إن فرانسيس سابته هي كمان، واللي حصل لها ما كانش مجرد صدفة لكنه قتلها. وأكدت لها ديبورا كلامها وطلبت منها تسيبه وده لمصلحتها، فطلبت منها أليس يروحوا يدوروا في الكوخ على أي دليل. وهم في طريقهم اعترفت لها ديبورا إن هي اللي كانت بتبعت لها رسائل طول الوقت ده، لأنها كانت خايفة عليها يحصل لها زي اللي حصل للي قبلها، وكانت عايزة تنقذها من صورات آدم العنيفة. ولما رجع آدم من مركز الشرطة اكتشف إن أليس كانت موجودة وسابت صورة أديل الأخيرة، ففهم إنها أكيد راحت لمكان المقبرة. ولما وصلوا للكوخ بدأوا يحفروا في مكان معين حددته ديبورا، واكتشفت أليس جثة مدفونة لابسة نفس السلسلة اللي ادتها ديبورا أليس. ولما واجهتها فهمت كل حاجة، قالت لها ديبورا إنها ما كانتش هتقتل أديل لو كانت بس قالت لها إنها ناوية ترجع لجوزها مايكل. وكان من الواضح إن ديبورا بتمتلك مشاعر ناحية أخوها آدم، فكانت مصممة تبعد عنه أي واحدة في حياته. وفهمت أليس إن هي اللي قتلتهم كلهم وآدم بريء، هجمت على أليس وحاولت تقتلها، لكن وصل آدم في الوقت المناسب وأنقذها، وبدأ يدور على أليس. ولما غضبت ديبورا حاولت تقتله، فضربت عليها أليس النار بمسدس شعلة وماتت ديبورا قدامه. تاني يوم وصلت الشرطة وقبضوا على آدم. عدى الوقت وبتفتكر أليس مشاعرها ناحيته، كان إيه ممكن يحصل لو عدد من جنبه في الشارع من غير ما تبصله؟ وبعد سنتين شافته، فضلوا بصين لبعض واستناها تجيله، لكنها حست إنها لازم تكمل في طريقها بعيد عنه لأنها ما كانش مفروض تخوض التجربة دي من البداية. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.